إن شاء الله راح نتكلم عن القرحة. أما القرحة المعدة فهي تنتج عن تقرح في باطنة المعدة الداخلية، مما يؤدي إلى حدوث التماس مباشر بين المعدة وحماضها، وهو ما يسبب آلام كبيرة وحرقة في الجسم. وتستمر نوبات قرحة المعدة بين نصف ساعة إلى 3 ساعات كل مرة. ويتعرض للإصابة بقرحة المعدة خصوصا المدخنين الذين يعني يشربون الكحول بأفراط، أو من يعني يتناول المسكنات بكثرة، خصوصا تلك التي تحتوي مادة الإسبرين. تجدر يعني آخر البحوث أن المصاب بالقرحة يتم معالجتها يعني سريعا، لأنها قد تؤدي إلى مضاعفات تهدد حياته في بعض الأحيان. أيضا النزيف المفاجئ في المعدة قد تؤدي إلى سكتة دماغية أو قلبية، كما أن النزيف البطيء المستمر قد يؤدي إلى الإصابة بفقر الدم، وصولا إلى احتمالات ضئيلة أيضا بتكون سرطان المعدة. وننصح الطبيب بتقديم العلاج التام لهذه الحالات، وننصح أيضا المرضى بمراجعة الطبيب وعدم أكل أي علاج بدون استشارة طبية. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.